الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء في مثل هذا اليوم من كل عام نحتفل بتحرير آخر شبر من الأرض المصرية من يد الاحتلال الإسرائيلي سيناء رجعت كملالينا ومصر اليوم في عيد هكذا غنت شادية وهكذا تغنى الشعب المصري بعودة سيناء مرة أخرى بعد احتلال دام لسنوات سيناء التي انجبت رجالا دافعوا عن الارض ودفعوا حياتهم ثمنا لها، سيناء التي كانت لا زالت كانت ولا زالت منبعا للوطنيه والفداء والتضحيه، عانت من الاحتلال الاسرائيلي، عانت من عمليات ارهابيه ولكنها عانت اكثر على يد نظام مصري يقوده السيسي. منذ عشر سنوات الاحتلال ما عملش فينا كده صرخة سيدة مصرية من أهالي شمال سيناء اعتراضا على سياسات التهجير والقمع والطرد من المنازل التي يعانيها أهالي رفح والعريش والشيخ زويد تحت حكم السيسي احتلت إسرائيل الأرض وحررها الجيش المصري مدعوما بنضال أهالي سيناء فتنازل عنها السيسي سالت دماء مصرية على أرض تيران وصنافير ودافع عنها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فباعها السيسي تمسك أهالي سيناء بأرضهم وعائلاتهم وبيوتهم فهدمها السيسي اليوم يحتفل السيسي بذكرى تحرير سيناء في كلمه مكتوبه لم يرتجل فيها وحسنا فعل يذكر الاحتلال دون الاشاره لاسرائيل كي لا يغضب اصدقاءه هناك يتحدث عن الارهاب الذي اراد تقسيم سيناء ويتجاهل جدرانه العازله التي فصلت مدن شمال سيناء عن بعضها البعض الاحتفال الحقيقي بتحرير سيناء يوم يعيد النظام الحالي اهالي سيناء الى بيوتهم ومنازلهم ويعوضهم عن سنوات القصف والقمع والتهجير. السلام عليكم واهلا بكم اخر كلام وحلقه جديده على شاشه مكملين ونبداها بالعناوين. جماهير الاهلي يحرقون بطاقات التشجيع اعتراضا على القبضه الامنيه في مباراه الاهلي والرجاء. وخالد الدخيل يغرد من جديد ملمحا الى مصر والسودان العسكر عدو الجمهوريات. وجرام الذهب في مصر يقفز الى 2500 جنيه لاول مره في التاريخ. يوم السبت اللي فات كانت مباراة الأهلي والرجاء في دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة لعبت في استاد القاهرة، الناس كانت مستبشرة خير في حضور جماهيري كبير بعد مباراة الهلال في دوري المجموعات والأهلي فاز فيها 3-0، كانت مباراة الرجاء لكن كلنا تابعنا مشاهد كانت مشاهد مزعجة جدا الحقيقة الناس واقفين طوابير من قبل ميعاد المباراه بسبع ثمان ساعات ممنوع يدخلوا اكل ممنوع يدخلوا بانرات للتشجيع الترومبيتا الطبله مش عارف ايه في قوات امن واقفه على البوابات اعتقلت ناس كتير وفقا لشهادات الناس اللي حضرت منهم والد شهيد في مذبحه بورسعيد ابنه تم اعتقاله في المباراه بعدين دخل الجمهور الماتش إحنا كلنا بنتفرج على المباراة سامعين صوت المذيع أعلى من صوت الجمهور، سامعين صوت جمهور الرجاء اللي هم ما يجوش 2000 3000 واحد أعلى من صوت جمهور الأهلي اللي هم المفروض 50000 واحد. الناس بدأت تقول يا جماعة في حاجة غلط، مش ده الجمهور اللي كان في ماتش الهلال، في حاجة بتحصل إحنا مش فاهمينها. اكتشفنا بعد كده بعد ما المباراة خلصت بتقريباً ساعة، بدأت الشهادات تخرج من الجمهور اللي حضر إنه وزارة الداخلية مدرسة الأخلاق الحميدة راعي الرياضة والرياضيين في مصر كانت نشرة مخبرين ما بين الولاد اللي في المدرجات وتحديدا التالتة شمال مدرج التالتة شمال اللي هو المفترض انه كان بتاع الأولترا الزمان والناس اللي بتشجع الهتافات بتطلع من التالتة شمال فاكتشفنا كلنا انه لا ده الامن موجود بين الناس ده في مخبرين اي حد بيقوم يهتف بيجيبوه من قفاه بيقبضوا عليه بيسكتوه شفنا فيديوهات نشرتها مواقع كتيرة جدا وصحفيين رياضيين في مصر مش محسوبين على اي جهه بالمناسبه محسوبين بس على الكوره في مصر نشروا الفيديوهات دي والامن بيحاول يعتدي على الجمهور ويقبض عليهم بدات تطلع دعوات بيانات من اولترس وايت نايتس جمهور نادي الزمالك ادان اللي حصل مع جمهور الاهلي بدات جماهير الاهلي تتكلم ان احنا يا جماعه كده مش هنروح نحضر تاني بدات في دعوات لمقاطعه المدرجات مره تانيه ثم كانت الحمله في حرق الايديهات او البادجات بتاعه تذكرتي اللي هي بتاعت الشركه المسؤوله عن الحجز بدأت الجماهير تصور الصور دي وتعمل حمله لحرق التيكتس بتاعتهم او البتجاب بتاعتهم احنا مش عايزين تذكرتي لأن الموضوع تحول لشركه امنيه بتقبض على الجمهور وبتقبض على الجماهير اللي في المدرجات. اصوات كثيره طبعا طلعت واتكلمت عن اللي بيحصل في ناس داعمه للقصه في هاشتاج المدرج للجمهور وبدات الناس تتكلم على الجماهير وان يا جماعه موضوع تذكرتي ده القصه تحولت كده ان وزاره الداخليه هي اللي مسيطره على المدرج وطلعت اصوات تانية زي الكابتن احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق واللي بدا يهاجم الجمهور ويقول لهم انتوا اولتراس وابيضه والاخوان بيدعموكوا والناس اللي بره والكلام ده كله في حملة وفي ديبيت كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن احنا من اخر كلام هنا بنتبنى صوت الجمهور، مش صوت ميدو ولا صوت الناس اللي بتهاجم الجمهور، ما يصحش اللي حصل في المدرجات، جمهور الكورة سواء الاهلي او الزمالك او اي حتة هو مكانه المدرج، وزارة الداخلية مكانها تأمين الناس اللي في المدرج مش القبض عليهم ولا مضايقتهم ولا الكلام انتوا هتهتفوا بإيه ومش هتهتفوا بإيه، الكورة في أي حتة الأمن ليه دور والجمهور ليه دور ما فيش حاجه اسمها ان الامن موجود جوه المدرج بيراقب الناس ده ما بيحصلش في اي حته الا بقى لو انت عملت تعليق عنصري ولا هتاف فبيجيبوا الكاميرات وبيشوفوا الصور وممكن تاخد بان خمس سنين مثلا حرمان من انك تدخل المدرج تاني لكن كل الدعم الجمهور الاهلي بل مش بس جمهور الاهلي كل الدعم الجمهور الكوره في مصر اللي بيواجه مضايقات من شركه تذكرتي ومن وزاره الداخليه المصريه نروح للخبر التاني وهو عن خالد الدخيل الاكاديمي السعودي اللي بيغرد من جديد لكن المره دي بيتكلم على العسكر في مصر والسودان. اكاديمي سعودي يعلق على حكم العسكر يصفه بعدو الجمهوريات بديل الملكيات العربيه. سي ان ان بالعربي بتنقل عن خالد الدخيل الاكاديمي السعودي بيقول ان حكم العسكر في السودان وبعض الدول العربيه بين قوسين مصر يعني موضحا انه جاء لكي يقدم الجمهوريه بديلا افضل واحدث للملكيه في العالم العربي، لكن سرعان ما تبين انه عدو الجمهوريات حسب قوله. خلي بالك الرساله اللي بيقولها الدخيل هنا بتهدم الفلسفه او السرديه بتاعت اللجان الالكترونيه اللي شغاله من اول قصه السودان على انه العسكر هو صمام امان الجمهوريات، وانه لا جمهوريه ولا دوله دون الجيش، وان العسكر هو الحامي. هو الجارديان بتاع اي بلد في الدنيا وان الشعوب بتدفع ثمن ان الجيوش تنقسم او تتقاتل او مش موجوده وبالتالي الدول بتسقط زي اللي بيحصل في السودان يا جماعه. السرديه دي بيهدمها خالد الدخيل بتغريدتين بيقول ايه؟ الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان ما يحدث للسودان يكثف تظافر العسكر والميليشيات في قتل فكره الجمهوريه في العالم العربي ومعها فكره الدوله. احنا هنا بنتكلم على ايه؟ ما بنتكلمش بس على الميليشيات خلي بالك هو هنا مش بينتقد حميدتي لا هو انا بتكلم على الجيش السوداني العسكر في السودان وبعض الدول العربيه اللي هو بالتبعيه مصر اهم وابرز نظام عسكري في العالم دلوقتي هو النظام العسكري في مصر بيقول ان موضوع العسكر ده بيهدم فكره الدوله وفكره الجمهوريه إذن لما يطلع عبد الفتاح السيسي يقول لك احنا الجمهوريه الجديده ويطلع الاعلام بتاعه في الحضيره يقول لك ايوه مفيش دوله من غير جيش والسيسي كل شويه ما يتزن يقول لك الجيش عمل والجيش سوى السعوديه هنا على لسان خالد الدخيل بتقول له لا انت اللي خربت مفهوم الجمهوريه المصريه انت اللي دمرت مفهوم الدوله المصريه مره تانية ربط السودان ومصر الحديث عن العسكر من خالد الدخيل تعالوا نقرا التغريدات اللي كتبها خالد الدخيل طيب جاء حكم العسكر بدعوى أنه يقدم الجمهورية بديلا أفضل وأحدث للملكية في العالم العربي ثم سرعان ما تبين أن حكم العسكر في حقيقته عدو للجمهوريات قبل الملكيات كانت دعواه كاذبه، خلي بالك هو هنا بيتكلم على مصر والسودان، لانه عدو لفكره الدوله، كرس العسكر الصراع على الحكم وليس على الدوله، خيالهم وتطلعاتهم ظلت اقصر من ذلك بكثير. التغريده الثانيه اللي اتكلم فيها تحديدا عن السودان وربطها بانهيار الجمهوريات والدول، ما يحدث للسودان يكثف تظافر العسكر والميليشيات في قتل فكره الجمهوريه في العالم العربي ومعها فكره الدوله. الكاتب المصري سعد الدين ابراهيم وصف نظام حكم العسكر يوما بالجملوكيات، اسم ملتبس للجمهوريات مهد التباس السبيل للميليشيات لتستكمل القضاء على الدوله، مسار سياسي لم يتوقف، هو لولا يا استاذ خالد ان الاعلام بتاعنا مشغول شويه في الاحتفاء بعظمه النظام ورئيسه في اجلاء الرعايا المصريين معرفش فين العظمه يعني النظام بيطلع رعايا من بلد زي السودان مش عارف فين العظمه الحقيقه لكن هما مشغولين شويه بوصله تطبيل وتبرير وتهليل بانجازات الرئيس الخالد في اجلاء الرعايا المصريين اللي هو دوره اصلا فهم بس مشغولين عن ده اول ما نخلص وان شاء الله نطلع الجنود بتوعنا إيه, ايه اللي جاب سيره الجنود معلش هنيجي بعد شويه نتكلم عنهم الجنود بتوعنا والرعايا بتوعنا من السودان هنفوق لك بقى استاذ خالد ونشأت بقى هيطلع والجماعة الطيبين بتوع مصر دول بتوع الانتاج الإعلامي هيلفوا وشهم ناحيتك وهيوروك يعني إزاي تتجرأ وتتكلم على حكم العسكر تعالوا نشوف الخبر الثالث معنا النهاردة وهو جرام الذهب في مصر اليوم السابع أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل 2500 جنيه للجرام من عيار 21 اللي واضح كده ان الناس تقريبا راحت تشتري ذهب عشان خافت من الدولار وكده فاسعاره ارتفعت والله اعلم يعني أسعار الذهب قفزت خلال تعاملات 25 أبريل، النهارده المستويات 2500 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، الأسعار بترتفع بشكل جنوني، عيار 24 ب 2857، عيار 21 2500، عيار 18 2143 الجنيه الذهب ب 20,000 جنيه. طيب، الأسعار بتاعة الذهب السنة اللي فاتت، تعالوا نبدأها كده من زي الأيام دي من سنة فاتت ونشوف مع بعض اسعار الذهب في سنه واحده تحت حكم السيد عبد الفتاح السيسي كانت عامله ازاي؟ لانه مهم اوي نشوف، تعالوا نتابع مع بعض كده ونشوف اسعار الذهب في مصر كانت عامله ازاي. طيب، خلال عام واحد نبدا بشهر مارس 2022. 2022 في مارس كان عيار 21 الجرام ب 900 جنيه. في شهر اربعه ربنا وفقه بعد شهر واحد وزاد له 100 جنيه بقى ب 1000 جنيه. في شهر اكتوبر بعد ست شهور زاد 220 جنيه كمان ووصل ل 1220 جنيه شهر 11 قفز مرة واحدة حوالي 280 جنيه ووصل ل 1500 جنيه جرام الذهب عيار 21 في 2023 في أول أبريل 2023 بقى وصل ل 1800 جنيه وفي مارس وصل ل 2000 جنيه بعدين ارتفع في أبريل دي أبريل 23 مش 22 نأسف على هذه الغلطة المطبعية احنا كنا في 22 ووصلنا 23 أبريل 23 وصل 2200 ووصلنا ل 25 أربعة النهاردة الصبح الذهب بيوصل ل 2500 جنيه ايه اللي بيحصل في سوق الذهب ليه الأسعار بتغلى هل ده ليه علاقة بأي حاجة حوالينا ولا ليه علاقة بفشل النظام الحقيقة دي أسئلة محتاجين النظام يطلع يفهمها لنا ويقولها لنا زي ما بيفهمنا كده العظمة بتاعته في إجلاء الرعاية المصريين من السودان